على انه معهد الدولي لدراسات الاندلس يهتم كثيرا منذ نشاته كثيرا يعني بتنور الري، وخصوصا الري يعني المغاربي بصفه خاصه، والمغربي بصفه خاصه المغاربي، على الاصدارات وعلى القيام يعني بدراسات وبحوث يعني لها على الاقل وجهات نظر ثنتين مختلفات، يعني من حفاظ على الجانب الاكاديمي وعلى المصداقيه في الطرح. ومن بين هذه الكتب التي خرجت يعني لهذه المده تقريبا اكثر من 13 كتاب، ومن مختلف يعني الكتاب من مختلف الدول كذلك. نقوم الان يعني بالدعم من المقاومه واعضاء جيش التحرير المندوبيه الساميه لترجمه هذا الكتاب، اللي هو واحد كتاب من سلسله من الكتب التي كتبها السيد خوسي ماريا ليثونديا، واللي هو كاتب فعلا ومدون وكذلك محامي، ويعني درس هذا الملف من مختلف وجهات نظر ثانيه، يعني من اجل مثلا تقريب القاري او المهتم بان يعني لدراسه هذا الملف ليس فقط من الفكر الكلاسيكيه اللي كنا نسمعوها، خصوصا من طرف الفكر الواحد الذي يسوقه يعني البوليساريو بانها يعني فكره واحده وهي التي تعاود دائما، بل هو حاول ان يفند وان يدرس مختلف هذه الافكار وطرحها للنقاش. طبعا انه فعلا كيف قلت كانت سائده وجهه نظر واحده في الاوساط، خصوصا بعض من الاوساط الاسبانيه وخصوصا اليساريه منها او اولاد يعني المحاذرين من العسكر، الذي كان يعني له دور يعني مضاد يعني واضح، بل هناك يعني فعلا اصبح هذا الكتاب يفتح النقاش ويحدد المفاهيم من اجل تحديد المفاهيم، من هو هذا من هو ذاك، من هو المعني من هو غير المعني، من هو الحل يعني شنو الحل، ماشي حل تقول لي راه عندي غير هذا الحل، ومجلس الامن مشى مع طريق ثانيه واصبح يتكلم عن التفاوض ويتكلم عن حل سلمي يرضي الجميع.